بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. تختصمون.